ما شفت البارح نشرت في لاباج ديالي رساله الى الملك محمد السادس من مغربيه موحده غير مسلمه، وجاوب بزاف ديال التعليقات وبعض الاسئله المهمه اللي بغيت نجاوب عليها. الاولى، الناس اللي كيجاوبوني بالدروس ديال الارث، هذوك الدروس ديال الارث ديال الشريعه الاسلاميه، حد الذكر مثل حد الانثيين وغيرها، ما تيعنيوليش انا تنقول غير مسلمه، يعني ما يمكنليش ندخل في الدين وما يمكنليش نناقشه، بالعكس انا كنحترم الشريعه كما هي يطبقوها المسلمين بحذافرها. انا كنهضر وكنطالب بمغرب التعدديه، يعني حتى الناس اللي غير مسلمين يعيشوا فيه بامان وسلام. الناس اللي تيقول لك لا حنا دوله اسلاميه ولا ما عجبكش الحال سيري بحالك، تنقول لهم فكرتوني غير بمارين لوبان فرنسا اللي كتجري على المسلمين. انتما لا تختلفون عنها بشيء وانتما كفس منها، علاش؟ لان هي على الاقل كتجري على المهاجرين من بلادها، انتما راكم كتجريو على مغاربه ارضي وارض جداد 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 جدادي. ما عندي فين غنمشي، غنجلس وغنكمل النضال ديال المناضلين اللي ضحوا بالغالي والنفيس باش كيطالبوا بحقوق وحريات الاقليات. الديمقراطيه راه ماشي هي حكم الاغلبيه، ماشي القوي يغلب الضعيف، ماشي قانون الغاب، لا الواد لا جانجل، الغلبه للاقوى. الديمقراطيه هي حكم الاغلبيه والحفاظ على حقوق وحريات الاقليه. سؤال اخر، تتقولوا لي مرتده؟ لا سيدنا، الرده كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ملي الناس بالغين راشدين عاقلين كيدخلوا بكامل حريتهم واختيارهم للاسلام، ومن بعد كيخرجوا منه. انا واش دخلت بكامل اختياري وحريتي للاسلام؟ انا ملي خلقت هكاك برمجوني، والدار المدرسه الاعلام، النهار اللي اختاريت اعلنت على انني ماشي مسلمه. الناس اللي ما فهموش ما معنى موحده غير مسلمه، هادو الناس ما كيقراوش. موحد وغير مسلم هي ربوبي، كتامن بوجود الله وما كتامنش بالاديان، كتعتبرها صناعه بشريه. ايوا منين عرفتي وجود الله بلا اديان؟ بالتامل والتدبر كتوصل لمصدر هذا الكون، وكتعرف بان كلنا واحد، مصدر ديال الوعي واحد، انرجي وحده كي سيكسبريم سوبجيكتيفمون في كل واحد فينا، تعبر عن نفسها بشكل ذاتي في كل حاجه وفي كل واحد. وهذا المصدر تنسميوه الله او سميه اللي بغيتي تسميه. وانا لا اسخر من الاديان، بالعكس كما قلت مكتوبه نوار سوغ بلون اللي كيعرف يفرز الحروف العربيه، انا اعترف بالدور التاريخي للاديان في صقل الانسان، في الارتقاء بالاخلاق، في اداره وحكم المجتمعات اكستراوردينير، بحال بزاف ديال الانتاجات الفكريه ديال الفلاسفه اللي حتى هي كنشوفها اكستراوردينير. غير كتسمع معزوفه ديال بيتهوفن ولا موزارت ولا شوباغ كتقول شي حاجه مبهره، يعني الانتاج البشري مبهر، وكنلجأ للايات وكنلجأ للادعيه، والادعيه حتى ديال الطرق الصوفيه، وحتى بعض الايات في الانجيل وفي التوراه، وحتى بعض المفاهيم كما في الدين البوذي، باش كنرتقي بعقلي وباش كنتدبر وباش كنتامل. حتى شي حاجه فيها الحكمه والجماليه ما كنرفضها، لا من اديان ولا من فلسفات ولا من كتب، وبالنسبه لي كلها انتاجات فكريه فلسفيه ثقافيه ومجتمعيه. ولكن كيجيني هادشي صناعه بشريه، والاله اللي كنعتقد به وكنامن به كيجيني كبر من هاد المفاهيم العقاب والجزاء وهاد التشريعات هادو ديال العبادات. فملي انا بالنسبه لي ما بقاش منطقي مفهوم العقاب غير حيت انت مخك توصل لواحد الحقيقه معينه غير الدين، سقط الخوف. وحين يسقط الخوف من العقاب، هاد اللي كتعتبروه نتوما سبان، هاد الكلمات ديال ملحده ومرتده وكافره، ما كيبقاش عندها وقع على النفس، ما كيبقاش عندها معنى، وما كيبقاش عندها تاثير، حيت بالنسبه لي قدر مخك يخدم وتفكر بطريقه معينه وتوصل الى ما توصلت به من حقائق، وما كاينش حد غيعاقبك على هاد الشيء. هذا العمل الوظيفي الطبيعي ديال المخ. ففي النهايه تنقول لكم محبتي للجميع على راي السيده ام كلثوم، الله محبه، وادين دين الحب. شكرا جزيلا.